وخصوصا في المغرب. حضرتك طبعا يا كابتن هاني لعبت في المغرب واحنا لعب الزومه بس بتاعه الجماهير دي يعني يمكن عايز اقول ان اللعيبه يعني محظوظه ومش يعني مش قادر اقيم بقى محظوظه. من اهم الضغوطات اللي الحقيقه ما كانتش موجوده امبارح على فرقتنا تمام. هو عدم وجود جمهور الوداد، لان تمام. معروف ان الوداد جزء من قوته هو في جمهوره. مش انت حضرتك مش متخيله المغرب المغرب والجزائر كابتن هاني برضو المغرب والجزائر طبعًا. صعب جدا جدا 70-80% من قوه الفرقه بتكون في الجمهور، لان حضرتك بتنزلي الملعب الموضوع مختلف تماما طبعا. فحتى انا يعني بقعد بيني وبين نفسي اقول يا ترى اللعيبه دي محظوظه ولا مش محظوظه كابتن هاني، يعني اللعب برضو قدام جميع. حتى طب هقول لك ليه قلت مش عارف ان هم محظوظين ولا لا. انا بتكلم حتى في مصر اصل احنا لعبنا استاد متقفل ولعبنا يعني الموضوع مختلف تماما. فانا يعني مش قادر يعني امبارح مثلا دي محظوظين ان الجمهور مش موجود انما يعني بس خلي بالك هتناقش معاك في نقطه برضه انا بكلم نقطة مهمة يعني مش حكايه لا اللعيبه مش حكايه في جزء شويه انه رابعه ضغوط، لكن خلي بالك كمان ممكن جدا يكون الوداد محظوظ ان ما فيش جماهير. ليه؟ لان بعض الجماهير لما بتلاقي لو النادي الاهلي قدم هذا الاداء وبالنتيجه 2-0 ديت ايه اللي بيحصل بقى في لعيبه المغرب ولا الجماهير لا طبعا بيبقى تاثير عكس ضغط عامل سلبي ضغط على يعني مزبوط. على الوداد نفسه على فرقته لانه هيبدا بقى سوري في الميه ممكن الفاظ بقى وممكن يشتموا اللعيبه وممكن يبقى ضغط عليهم اكتر. فخلينا نتكلم كل امانه اكيد الجماهير فرقت، لكن كمان كان ممكن جدا النادي الاهلي يقدم هذا المستوى ويكسب 2-0 ويبقى وجود الجماهير هتبقى كمان مشكله على فرقته. انا كمان مش قصدي على المباراه دي، قصدي على اللعيبه نفسها طبعا. يعني طبعا. في لعيبه حضرتك ما شافتش جمهور خالص لغايه دلوقتي تقريبا صح. يعني أيوة لغايه صح. دلوقتي يعني تقريبا احنا من 2012 ما فيش جمهور او حاجه، ففي جيل كامل لعب ما فيش جمهور خالص. فاعتقد دي مؤثره عليه.